الله، اخباركم ايه يا شباب؟ يا رب الجميع يكون باحسن حال. ان شاء الله النهارده هنتكلم على الكوانتيتيف ريسيرش. هعرف يعني ايه كوانتيتيف ريسيرش وايه هي البروسيس بتاعته، وبعد كده هنعمل مقارنه ما بين الكوانتيتيف ريسيرش والكواليتيتيف ريسيرش. المقارنه دي مهمه جدا، هتلخص لي شويه من اللي احنا شرحناه في المحاضرات اللي فاتت. اول حاجه يعني ايه كوانتيتيف ريسيرش؟ Quantitative research is a formal, objective, systematic process in which numerical data are used to obtain information about the world. ليه قلت systematic process؟ لأن لو نفتكر في ال research design، قلنا إن في ال quantitative research لازم ال researcher أو الباحث يعمل plan كويس جداً للبروسس بتاعته، لان بيزد على البلان ديت هيبدا ان هو يشتغل ستيب باي ستيب. قلت بالظبط ان the researchers they design and then they do، بيبداوا ان هما يصمموا كويس الخطه بتاعتهم وبيزد عليها بيبداوا ان هما يشتغلوا. حاجه مهمه كمان في الكوانتيتيف ريسيرش يا شباب، ان الكوانتيتيف ريسيرش is deductive in nature. deductive معناه استدلالي او استنتاجي. من اسمها عشان ما تنساش، انا بستنتج شيء من شيء اخر، اكيد الشيء اللي انا بستنتجه ده هو ده شيء مصغر من الشيء البرود الاساسي. بالظبط هو ده الكوانتيتيف ريسيرش، ان بيكون عندي ثيوري او ايديا معينه كبيره برود، ببدا ان انا اعمل لها هايبوثيسس. بيزد على الهايبوثيسس دوت ببدا ان انا اشتغل اجمع الداتا بتاعتي واعمل observation، وفي الاخر ببدأ ان انا اعمل confirmation للhypothesis بتاعي دوت. تمام؟ يبقى الquantitative research انا ببدأ بحاجة broad او حاجة general لحد ما اوصل للايه، للspecific point او specific outcome اللي انا عايزة اوصل له. بعد كده هتكلم على key research design features. علشان خاطر استخدم الكوانتيتيف ريسيرش او البحث الكمي، في شويه اسئله بيسهلوا لي الديزاين بتاعي او بيسهلوا لي البلان او الخطه اللي انا هحطها في اعتباري وانا بستخدم الكوانتيتيف ريسيرش. اول حاجه، will there be an intervention؟ هل هيكون في intervention او manipulation معينه؟ بمعنى هل انا عايزه اعرف الإفكت بتاع شيء على الأوتكم بتاعي؟ على سبيل المثال لو عايزة أعرف الإفكت of acupressure B6 among women with hyperemesis gravidare، عايزة أعرف تأثير الأكوبريشر B6، ده نوع من أنواع الأكوبريشر بوينتس، تمام، على الأوتكم بالنسبة للوومنز الحوامل اللي عندهم مستعصي. تمام؟ ده manipulation او دي intervention، انا عايز اشوف الافكت بتاعها او عايز اشوف ايه تأثيرها. طيب تاني حاجة، what type of comparisons will be made؟ اي نوع من ال comparisons او relation هقدر ان انا استخدمها؟ هل مثلا هعمل comparison على مستوى ال independent variables؟ بمعنى لو خدت المثال اللي فات، انا قلت effect of acupressures B6 among women with hyperemesis gravidare. لو نفتكر ايه dependent variable وايه independent variable؟ الindependent variable اللي هو ال variable الثابت، تمام، اللي انا بعمل ال intervention او ال manipulation عليه، اللي هو في المثال ده ال acupressure B6. وال dependent variable اللي هو ال variable المتغير اللي انا عايز اشوف ال outcome عليه، تمام، اللي هي women with hyperemesis gravidare. تمام؟ طيب لما اجي اعمل comparison عايز اشوف مثلا الافكت بتاع الاكوبريشر B6 versus ولا تأثير الجينجر على الومن اللي عندهم hyperemesis gravidare. يعني كده انا عملت comparison ما بين two independent variable او نوعين من الانترفنشن او المانوبيليشنز بتوعي. عايزة اخد مجموعة من الناس الحوامل اللي عندهم قيء مستعصي واشوف
ايه اللي تأثيره افضل؟ هل الاكوبريشر بي 6 ولا الجينجر هو اللي تأثيره افضل؟ تمام. طيب بعد كده حول confounding variables be controlled. لازم الريسيرش بتاعي او التايتل بتاع الرسالة بتاعتي يكون فيه dependent و independent variable واضحين، ويكونوا more simple بحيث انهم اني اقدر اعمل الهايبوثيسس. طول ما الاندبندنت والديبندنت فاريبل واضحين ومور سامبل هيسهل لي عمليه الهايبوثيسس، بعكس لو كنت انا هستخدم اكتر من اندبندنت فاريبل على اكتر من ديبندنت فاريبل الدنيا هتبقى متلخبطه، تمام، او هيبقى صعب ان انا اعمل هايبوثيسس للريسيرش بتاعي. تمام. طيب السؤال اللي هسأله بعد كده، how often will data be collected؟ على أي مدى الداتا بتاعتي أنا هبدأ إن أنا أجمعها؟ في cross sectional وفي longitudinal، وياريت نركز في البوينت دي والبوينت اللي جاية لأنها مش واضحة قوي في الكتاب. cross sectional design، هنا أنا ببدأ إني أجمع الداتا بتاعتي on a short period of time أو single point of time. على سبيل المثال لو أنا عايزة أعمل describe للأتيتيود مثلا في مرحلة معينة من مراحل العمر، just هي المرحلة دي، هي دي short period اللي أنا بعمل لها cross sectional design، بعكس longitudinal. longitudinal لأ، أنا بستخدم أو عايزة أعرف الأتيتيود أو أعمل examine للأتيتيود ده في مراحل تطور العمر المختلفة. تمام. بمعنى اللونجيتيودينال ريسيرش ديزاين بيكون لونج بيريد اوف تايم على مالتيبل بوينت اوف تايم، تمام، بيكون اطول و مالتيبل بوينتس يعني مراحل معينة من مراحل ايه العمر. طيب بعد كده هسأل when will effects be measured relative to potential cause. الإفكت بتاعي ده هوت امتى ان انا هقيسه على الكوز بتاعي او الاوتكم بتاعي؟ في نوعين، في ريتروسبكتيف وفي بروسبكتيف. ريتروسبكتيف انا هنا ببدأ من الإفكت او ببدأ من الاوتكم وارجع لورا، ريترو ارجع لورا في الباست في الماضي علشان اعرف ايه هو الكوز او الريسك فاكتورز بتاع الافكت ده. على سبيل المثال لو انا جيت اخدت 100 عينة عندهم او 100 بيشنت عندهم لانج كانسر، ده اوتكم اهوت، تمام، موجود معايا في البريزنت. عايزة ارجع لورا في الباست واشوف ايه هي البريديسبوزينج فاكتورز او ايه هي الكوزز اللي ادت ان الناس دهيت يجيلها لانج كانسر. هنا انا هعمل ريتروسبكتيف ديزاين، هرجع للباك للباست. على سبيل المثال في الميت حالة اللي عندهم لانج كانسر هكتشف ان مثلا 80 واحد منهم كان سموكرز و20 كانوا نون سموكر. معنى كده ان السموكينج كان كوز او بريديسبوزينج فاكتورز فور لانج كانسر. تمام. طيب بعكس البروسبكتيف، البروسبكتيف انا هنا بشوف الكوز، تمام، او ببدأ من الكوز and then go forward to the effect. start البروسبكتيف starting from the cause and go forward to the effect. for example لو انا اخدت 100 patient او 100 واحد كانوا smokers، تمام، عايز اعرف الميت واحد اللي عندهم smoking دوت، عايز اطلع لقدام ايه اللي حصل لهم، هل في اي change في الحالة بتاعتهم ولا في certain prognosis او effect حصل. هلاقي مثلا ان الميت واحد اللي كانوا سموكرز دول
80 واحد منهم جالهم لانج كانسر و20 واحد ما جالهمش. ده اللي هو البروسبكتيف. آخر سؤال هسأله: Where will the study take place؟ إيه المكان اللي أنا هبدأ أجمع منه العينة بتاعتي؟ هل اللي هو ال study setting، ال setting بتاعي، هل هي هتبقى مستشفى، هل هو laboratory setting، هل هي school، أيا كان المكان اللي أنا هجمع منه الداتا بتاعتي. طيب بعد كده هتكلم على ال process of quantitative research. أنا كده خلاص سألت نفسي كذا سؤال، لو أنا هستخدم ال quantitative research based عليهم هيوضحوا لي البلان. طيب ايه هي البروسيس بقى بتاعه الكوانتيتيف ريسيرش؟ اول حاجه في البروسيس اللي هي الثيوري، اول حاجه اللي هي الايه، الثيوري. بالظبط زي ما انا لسه قايله من شويه ان الكوانتيتيف ريسيرش ده ديدكتيف ان ناتشر، يعني انا ببدا بحاجه برود او حاجه جنرال. الحاجه البرود او الجنرال بالنسبه لي هي الثيوري او الايديا اللي بتوسع لي الطريق او تخليني عندي الكيريوزيتي ان انا عايزه اطبقها او اشوف الايفكت بتاعها او الاوتكم. طيب بالنسبه للثيوري او الايديا في الكوانتيتيف ريسورس، ممكن تبقى حاجه برود، تبقى حاجه جنرال، بمعنى ان انا مثلا عايزه اشوف او اعمل بحث ان الفيزيكال اكسرسايز از امبورتنت فور جود هيلث. دي حاجه ايه، برود. لو انا هستخدم نفس العنوان ده واعمله على حاجه سبيسيفيك او حاجه كونسايز، هقول مثلا ان الكارديوفاسكولار اكسرسايز از مور امبورتنت فور كارديوفاسكولار هيلث، بدل ما انا كنت معمم الثيوري بتاعتي، لا بدات ان انا اشتغل على حاجه ايه، مور كونسايز، اصغر شويه. تمام، دي اول ستيب اللي هي الايه، الثيوري او الايديا of quantitative research. تاني حاجة ال hypothesis. ال hypothesis اللي هو الفرضيات بتاعتي اللي أنا بفرضها في بداية البحث بتاعي. مثلا على سبيل المثال، لو أنا أخدت المثال اللي فات، هقول إن ال hypothesis بالنسبة ليا people who do more cardiovascular exercise have better cardiovascular health. People who do more cardiovascular exercise have better cardiovascular health. ده الهايبوثيسس بتاعي. يبقى أنا في الأول اشتغلت على الثيوري اللي هي دي الستارتنج بوينت بتاعتي. الثيوري is the starting point for quantitative research. وناخد بالنا كويس من البوينت، من الجزء ده، هي النقطة بتاع، هي البداية بتاعتي بتاعت الشغل. بعد كده هبدا ان انا هعمل هايبوثيسز للثيوري دي، هفرض الحاجه اللي انا عايزه اوصل لها. تمام، طيب بعد ما عملت الهايبوثيسز هعمل حاجه اسمها operationalization of concept. operationalization of concept of concepts اللي هي تفعيل المفاهيم. يعني ايه تفعيل المفاهيم يا جماعه؟ بالظبط انا ايه الحاجه اللي انا عايزه اوصل لها، او ايه الحاجه اللي انا عايزه اقيسها. operationalization of concepts at this stage you define what exactly what intended to measure in your study. ايه بالظبط اللي انت عايز تقيسه في الدراسه بتاعتك. انت قلت في الهايبوثيسس بتاعك ان ال people who do more cardiovascular exercise have better cardiovascular health. طب اي نوع من انواع الكارديوفاسكولار اكسرسايز؟ ما هي كتيره. تمام، طيب الاكسرسايز دي هيعملها كم مره؟ لازم تكون واضحه معايا في الريسيرش بتاعي من البدايه. طيب هاف دو بيتر كارديوفاسكولار هيلث. طب الكارديوفاسكولار هيلث دي انت بتشوفها ازاي، او الاوت كام بتاعك ده انت بتشوفه ازاي؟ هل ان الكارديوفاسكولار هيلث بالنسبه لك ان يكون فيه ان البيشنت ده يبقى نورمال ريت، مثلا نورمال هارت ريت، نورمال ريزم، ولا ان البيشنت بتاعك يبقى فري فروم كارديوفاسكولار ديزيزز؟ لازم توضح لي في الاول الاوبريشناليزيشن اوف الكونسبت بتاعه البحث بتاعك. تمام،
بعد كده او هاخد مثال كمان، لو انا مثلا عايزه اشوف السيلف كير براكتس فور ادوليسنت جيرلز ديورنج منسترويشن، عايزه اشوف السيلف كير براكتس تمام بتاعه الادوليسنت جيرلز دي وقت المنستريشن، لازم اعمل اوبريشناليزيشن للكونسبت اللي هو السيلف كير. السيلف كير براكتس ثيوريز كتيره شرحتها ومودلز كتيره اشتغلت على السيلف كير. انا في البحث بتاعي هشتغل على اي نوع من انواع السيلف كير ثيوريز، هستخدم انا اي نوع، زي مثلا هستخدم اورام ثيوري، اورام دي نظريه من النظريات اللي فسرت السيلف كير تمام. يبقى الاوبريشناليزيشن اوف كونسبت بتوضح لي في البدايه انا عايزه اقيس ايه بالظبط تمام. طيب بعد كده، بعد ما شفت الفكرة بتاعتي الأساسية وعملت هايبوثيسز للفكرة ديت، بعدين عملت operationalization للكونسبت وعرفت ايه هو exactly اللي أنا عايزة أقيسه، هبدأ إن أنا أشوف السامبلينج بتاعتي وأشوف السامبل سايز. السامبلينج في ال quantitative research لازم تبقى large enough يا ولاد، لازم تبقى كبيرة بحيث إن هي تبقى more representative للمجتمع بتاعي، للpopulation بتاعي، بعكس الكوانتيتيف الكواليتيتيف ريسيرش. الكواليتيتيف ريسيرش السامبل ممكن تبقى صغيرة تمام، ممكن استخدم اخد 10 عينات 20 عينة وبتبقى enough وrepresentative للمجتمع. لكن في الكوانتيتيف ريسيرش كل ما كانت العينة اكبر كل ما كانت more representative to the population under my study. طيب بعد ما حددت السامبلينج العينة بتاعتي وحددت عدد العينة sample size بتاعي في ال quantitative research، هاخد بقى ال research method، ال point اللي بعد كده اللي هي الايه ال research method. ال research method لو انتوا لو قدامكم ال powerpoint هتلاقوا ان هي عبارة عن بالظبط زي الصورة اللي قدامكم، واحد او الباحث واقف في اول الطريق بتاع البحث بتاعه وبيبدأ ان هو يفكر اي نوع من الطرق انا هستخدمها عشان اكمل او عشان اشوف البحث بتاعي او اوصل للي انا عايزه، اي نوع من الاتجاهات، في اكتر من اتجاه قدامي، اي نوع من الاتجاهات انا هستخدمها علشان خاطر اعمل البحث بتاعي تمام. في الكوانتيتيف ريسيرش في اكتر من ديزاين ممكن ان انا استخدمه، في حاجه اسمها ترو اكسبيرمنتال ديزاين، وفي حاجه اسمها كوازي اكسبيرمنتال ديزاين، وفي حاجه اسمها سيرفي. هنتكلم بالتفصيل على الترو اكسبيرمنتال ديزاين، بس في الاول يعني ايه اكسبيرمنت، يعني ايه تجربه. تجربة لو نفتكر في العلوم زي ما احنا درسنا قبل كده، انت بتشوف تأثير حاجة معينة او بتشتغل على حاجة معينة وبتشوف تأثيرها، بالظبط هو ده الاكسبرمنت. is a study in which the researcher manipulates the level of some independent variable and then measures the outcome. في الـ true experimental design انا بشتغل على الـ independent variable تمام، هو ده اللي انا بقدر اعمله، حاجة اسمها manipulation تمام. طب يعني ايه بقى يا ولاد manipulation؟ manipulation دي واحدة من الـ key features الأساسية في الـ true experimental design، علشان أقول إن البحث بتاعي ده true experimental design لازم يتحقق فيه 3 شروط أساسية أو 3 مطالب أساسية. اول حاجه المانيبيوليشن، تاني حاجه الكنترول، تالت حاجه الراندمايزيشن. دول 3 شروط اساسيه علشان اقول ان البحث بتاعي ده اسمه ترو اكسبيرمنتال ديزاين. اول حاجه المانيبيوليشن، مانيبيوليشن اوف ان اندبندنت فاريبل از ا كي كومبوننت وذن ذا ترو اكسبيرمنتال ديزاين اند ريفيرز تو ذا تيستينج of the effectiveness of an intervention
through its administration to one group اللي هو ال experimental group أو ال study group بتاعي and comparison with the outcome of a group which hasn't been subjected to the intervention اللي هو control group. يعني ايه الكلام ده يا جماعة؟ المانيبوليشن او الانترفينشن على سبيل المثال المثال اللي انا لسه قايلاه من شويه عايزه اشوف الافكت اوف اكو بريشر بي 6 اون وومن ويز هايبر اميسيس جرافيديرا. قلت ان الاندبندنت فاريبل هو الفاريبل الثابت بالنسبه لي اللي هو الايه اللي هو الاكو بريشر بي 6 تمام والديبندنت اللي هو وومن ويز هايبر اميسيس جرافيديرا. طيب اعمل لهم مانيبيوليشن ازاي؟ ببدا ان انا اشتغل على الانترفينشن بتاعتي دي اللي هي الاكو بريشر بي 6 واشوف تاثيرها على الومن اللي عندهم قيء مستعصي. هل جابت نتيجه والقيء المستعصي ده فعلا قل ولا ما جابتش نتيجة والحالات فضلت زي ما هي ولا جابت نتيجة عكسية القيء المستعصي ده زاد عن الأول؟ تمام، هي دي المانيبوليشن أو هي دي الانترفينشن اللي أنا استخدمتها عشان أشوف الإفكتفنس بتاع الانترفينشن بتاعتي. علشان أعمل مانيبوليشن أو أعمل انترفينشن بيكون مصاحب ليها حاجة اسمها كنترول. يعني ايه كنترول؟ كنترول simply means the existence of a group in which the independent variable is withheld. يعني ايه يا جماعة؟ لو انا هشتغل على تأثير الاكو بريشر بي 6 على الحالات اللي عندها هايبر امسس جرافيديرا او قيء مستعصي هيبقى عندي two groups. هيبقى عندي ايه؟ two groups، مجموعة من الحوامل اشتغلت معاهم الأكو بريشر بي 6 دول تمام وهشوف التأثير، ومجموعة تانية من الحوامل عندهم برضو قيء مستعصي وهشتغل معاهم الروتين اوف هوسبيتال كير الهوسبيتال كير العادي البوليسي العادية بتاعت المستشفى. يبقى اذا هنا في جروب انا اشتغلت عليه او عملت له مانيبيوليشن او اشتغلت عليه بالانترفينشن بتاعتي وفي جروب في جروب لا، ده اسمه كنترول جروب. مثال تاني، لو انا مثلا عايز اعرف الافكت اوف ايروبيك اكسرسايز اون بلاد شوجر ليفل تمام، هنا الايروبيك اكسرسايز هي الانديبندنت فاريبل، هو هو الفاريبل الثابت اللي انا هبدا ان انا اعمل له انترفينشن او مانيبيوليشن، والبلاد بريشر سوري البلاد شوجر ليفل هو ده الديبندنت فاريبل، هو ده الفاريبل الثابت تمام اللي انا عايز اشوف الاوتكم عليه. لو انا عايز اطبق الكنترول والمانيبيوليشن يبقى انا هستخدم أو هاخد مجموعتين من البيشنتس الديابيتك، زي مثلا 50 واحد ديابيتك، هعمل معاهم أو هطبق معاهم الجايد لاين بتاع الايروبيك اكسرسايز واشوف تأثير الايروبيك اكسرسايز دي على البلاد شوجر ليفل، هل هو تحسن ما تحسنش بقى أسوأ. اوكي، وهاخد 50 بيشنت تاني ديابيتك برضو وهطبق معاهم الروتين كير، هطبق معاهم الايه الروتين كير، دول اسمهم ايه كنترول، دول اسمهم كنترول، واشوف الافكت بتاع الانترفينشن اللي انا استخدمتها هل هو كان افضل ولا الروتين كير هو الافضل. تمام، يبقى انا هنا عندي تو جروبس، في ستادي جروب او اكسبيرمنتال جروب اللي انا اشتغلت عليه بالانترفينشن بتاعتي او المانيبيوليشن بتاعتي، وفي جروب تاني مست لي او ويز هولد ما اشتغلتش معاه بالانترفينشن، استخدمت اليوجوال كير او استخدمت الروتين كير. طيب
بعد الكنترول شرط تالت أساسي في الترو اكسبيرمنتال ديزاين الراندمايزيشن. الراندمايزيشن معناها ان everyone of the participant has an equal chance for being assigned to either intervention or group or control. بمعنى ان انا ما بختارش او بختار العينة بتاعتي عشوائي، ما بقولش ان الخمسين واحد ده هم دول اللي هشتغل عليهم المانوبيوليشن بتاعتي او العينة بتاعتي، تمام؟ و هختار الخمسين واحد دول، هم دول اللي هشتغل عليهم اليوجوال كير او الروتين كير، تمام؟ يبقى انا في الترو اكسبيرمنتال ديزاين لازم اختار العينات بتاعتي عينات عشوائيه، ما بحددش مين فيهم يكون انترفنشن او هطبق التجربه بتاعتي عليه، ومين فيهم يكون كنترول اللي انا هستخدم معاه روتين كير. دول كانوا ثلاث شروط أساسية لازم إن هما يتحققوا في الترو اكسبيريمنتال ديزاين. لو في واحد مست منهم، وفي الغالب بيكون الراندمايزيشن، في الحالة دي البحث بتاعي ما بيبقاش اسمه ترو اكسبيريمنتال ديزاين، بيبقى اسمه كوازي اكسبيريمنتال ديزاين. يبقى الكوازي اكسبيريمنتال ديزاين هاف وان اتريبيوت ميسنج. لو انا عندي ثلاثة اتريبيوتس اساسيه في الترو اكسبيريمنتال ديزاين اللي لسه قايلاهم، المانيبيوليشن والكنترول والراندمايزيشن، ده ترو. وان ميسد، واحد فيهم ميسد انا ما طبقتوش، تمام، ده اسمه ايه؟ كوازي. وفي الغالب بيكون ايه؟ راندمايزيشن. في الغالب بيكون الراندمايزيشن، تمام؟ طيب تالت نوع من الديزاينز اللي انا ممكن استخدمها في الكوانتيتيف ريسيرش هو السيرفي. السيرفي ديزاين is sometimes referred to an non experimental design since it relies on statistical manipulation of data rather than the actual manipulation of intervention. انا في السيرفي ديزاين يا اولاد ليه قلت ان هو نون اكسبيرمنتال؟ انا هنا ما فيش تجربه معينه انا عايزه اثبتها، او تجربه معينه انا عايزه اشوف الايفكت بتاعها او اشوف الاوتكم بتاعها، لا، انا هنا بدور على داتا. بدور على ايه؟ داتا. علشان كده السيرفي ديزاين في منه نوعين، في descriptive survey وفي correlation survey. descriptive survey which provide a complete description of the population. أنا هنا عايزة أوصف المجتمع under the study بتاعي. الcorrelation لأ، هنا أنا عايز أعمل describe relations ما بين البopulations وبعضها. على سبيل المثال مثلا لو انا لسه اخده المثال اللي لسه قايلاه من شويه، السيلف كير براكتس فور ادوليسنت جيرلز ريجاردنج او ديورنج منستريشن، ده ديسكريبتيف ديزاين. ده ديسكريبتيف ايه؟ ديزاين. انا جاست عايز اوصف السيلف كير براكتس بتاعه الادوليسنت جيرلز دول في وقت المنستريشن. طيب لو انا عايز اعمله كورليشن، يبقى هعمل ريليشن شيب ما بين مثلا جوفرنوريت زي اسكندرية مثلا، الادوليسنت جيرلز اللي موجودين في اسكندرية، وقارنهم بالادوليسنت جيرلز مثلا اللي موجودين في جوفرنوريت زي كفر الشيخ. اوكي، دي اسمها ايه؟ correlation. يبقى في الديسكريبتيف سيرفي انا عايز ابص على مثلا اشوف فاكتورز معينة بتأثر على حاجة، أشوف أوصف knowledge و attitude بتاعت حاجة معينة، أبص مثلا على prevalence بتاعت حاجة معينة، تمام؟ هو ده الإيه؟ descriptive survey. طيب يبقى أنا كده وقفت في أول الطريق وبدأت إني أفكر
اي نوع من الطرق او اي نوع من الاتجاهات هستخدمها علشان اعمل الكوانتيتيف ريسيرش. هل انا هستخدم الكوازي اكسبيرمنتال؟ هل هستخدم الترو اكسبيرمنتال بالثلاث شروط بتاعته، ولا هل هستخدم السيرفي؟ ولو استخدمت السيرفي هل انا هستخدمه ديسكريبتيف ولا هستخدم كورليشن؟ تمام. بعد ما حددت الميثود اوف ريسيرش ديزاين بتاعي، هبدأ اني اشوف اعمل داتا كولكشن، هبدأ اني اجمع الداتا بتاعتي. وطبعا الداتا اللي هجمعها في الكوانتيتيف ريسيرش دي نيوميريكال داتا يا ولاد، نيوميريكال داتا. بدور على نمبرز، بدور على ايه؟ نمبرز او statistics، احصائيات. في اكتر من تكنيك اني اجمع بيهم الداتا كولكشن في الكوانتيتيف ريسورس، زي مثلا الاستراكشرد كويشنير، الاستبيان او الكويشنير اللي انا هجمعه. ممكن اعمل observation، تمام، مثلا لو عايز اشوف الكومبلاينس اوف نيرسز ريجاردنج مثلا هاند واشنج تكنيك مثلا، فهعمل observation كام واحده عملت وكم واحده ما عملتش وهكذا. تمام. طيب بعد ما عملت الداتا كولكشن واستخدمت الكويشنير بتاعي او استخدمت الطريقه اللي هجمع بيها الداتا كولكشن من الستادي سبجكتس بتوعي، هعمل اناليسس للداتا دي. الاناليسس it is the process of reorganizing and transforming the data in order to explore the meaning of all collected data. دي way، طريقة من الطرق اللي هبدأ أنظم بيها بقى الداتا بتاعتي، تمام، وأبدأ إني أحللها علشان أبدأ إني أطلع بالinterpretation أو أطلع بالoutcome إيه بتاعي. في الغالب الquantitative research يا ولاد إحنا بنستخدم statistical analysis، بنستخدم إحصائيات، تمام. ففي الغالب بنوديها لحد بتاع إحصاء، فاهم إحصاء كويس، بيبدأ إن هو يطلع لي الإحصاء بتاعت البحث بتاعي. آخر مرحلة من مراحل الكوانتيتيف ريسورش هي الانتربريتيشن. انتربريتيشن ايه بقى الاوتكم اللي انا طلعت بيه؟ At this stage you take the result of your data analysis and relate it to back to the original hypothesis. بتبدأ ان انت تشوف الداتا اناليسز اللي انت طلعت بيها وتعمل انتربريتيشن للاوتكم بتاعك. الاوتكم او الانتربريتيشن للاوتكم ده بيبقى بيزد على الهايبوثيسز اللي انت افترضته في الاول. فاكرين لما قلت لكم ان الكارديوفاسكولار هيلث از بيتر فور سوري الكارديوفاسكولار اكسرسايز از بيتر فور كارديوفاسكولار هيلث؟ طيب ده الهايبوثيسز اللي انا كنت حاطاه في الاول. هل فعلا الناس اللي طبقت الاكسرسايز ديت كان الهارت ريت بتاعهم وزن النورمال؟ هل هم كانوا free from cardiovascular diseases؟ تمام. يعني الانتربريتيشن بتاعتي، هل انا وصلت للهايبوثيسز اللي انا كنت قايلاه في الاول او كنت فرضاه في الاول، ولا لا ده ما حصلش اي تأثير بالنسبه للبيشنتس دول، او جابت معاهم حاجه عكسيه؟ تمام، هو ده الانتربريتيشن. كده انا خلاص خلصت سيمبلي جدا ببساطه الكوانتيتيف ريسيرش، وسالت نفسي كام سؤال بزد على الاسئله ديت، وضح لي الطريق او وضح لي البروسيس اللي انا هبدا اشتغل بيها الكوانتيتيف ريسيرش. وقلت ان الكوانتيتيف ريسيرش ده ديدكتيف ان ناتشر. ديدكتيف يعني حاجه ببدا من حاجه برود او ثيوري جنرال، تمام، لحد ما اوصل للانتربريتيشن اللي بثبت فيها او بعمل فيها كونفرميشن للهايبوثيسز اللي كنت فرضاه في بدايه البحث بتاعي. اخر حاجه هتكلم عنها وهي حاجه مهمه جدا يا اولاد، differences between qualitative research and quantitative research، وده جدول مهم جدا جدا جدا. اول حاجه في المقارنه البيربوس في ال quantitative research to test the hypothesis علشان خاطر اقدر اني
اعمل التوقعات بتاعتي او الفرضيات بتاعتي واعمل تيستينج ليها. تمام، هعمل تيستينج بيزد على ان هو ديدكتيف ان ناتشر، يعني بدأت بالايديا او الثيوري وبعد كده عملت الهايبوثيسز لحد ما اوصل للكونفرميشن او اوصل للانتربريتيشن، الانتربريتيشنز بتاعت الايه الداتا بتاعتي. لكن في الكواليتاتيف ريسيرش البيربز انا كنت بدور على واي، السبب بتاع مجموعة معينة من البيبلز أو مجموعة أو جروب معين من الناس. كنت بقول في الكواليتاتيف ريسيرش إن هو اندكتيف ان ناتشر. اندكتيف يعني استقرائي، بمعنى إن أنا ببدأ من حاجة سبيسيفيك، من حاجة صغيرة لحد ما أوصل للحاجة البرود أو الثيوري البرود اللي أنا عايزة أعمل لها إيه generalization. تمام، يبقى ال purpose of quantitative research ده deductive وبسأل على what أو بشوف numbers، لكن في ال qualitative research ده inductive وبسأل على why، ليه. ال group studied في ال qualitative research قلت إن هو smaller أو ال sample size بتاعتي بتكون صغيرة، و not randomly selected، أنا بنزل مجتمع معين عايز أشوف ال culture بتاعت الناس دي، طبيعتهم ووصف لعاداتهم وتقاليدهم و و و و. يبقى اذا انا ما بختارش العينة بتاعتي ايه عشوائي، لا انا ببقى محددة مين هم الناس under the study، مين هم الناس محل الدراسة بتوعي. بعكس ال quantitative research لازم ال sample size بتاع العينة بتاعتي يبقى more representative، وقلت ان هو عشان يبقى more representative لازم يبقى large number. تمام، ويبقى randomly selected، تبقى عينة عشوائية عشان ما يكونش فيها bias، ما يكونش فيها ايه bias. بعد كده بالنسبة للديزاين اند ميثود، لو نفتكر في الكواليتاتيف ريسيرش قلت ان في اكتر من ديزاين ممكن ان انا استخدمه، الايثنوغرافي، الفينومني، الفينومينولوجي، الهيستوريكال ديزاين، الكيس ستادي، اي نوع من الديزاينز دي انا عايزه ان انا ايه استخدمها. لكن في الكوانتيتيف ريسيرش هل انا هستخدم الترو اكسبيرمنتال بالثلاث شروط بتوعه، هل هستخدم الكوازي اكسبيرمنتال ولا هستخدم السيرفي. بالنسبة للفاريابلز، الفاريابلز في الكوانتيتيف ريسيرش لازم يبقوا واضحين، لازم يكون في independent variable واضح هعمله او هعمل بيه manipulation عشان اشوف الافكت بتاعه على الاوتكم. تمام، وقلت ان كل ما كان الفاريابلز more simple كل ما كانت الهايبوثيسس بتاعي هيبقى اسهل في الطريق. تمام، طيب بالنسبة للكواليتاتيف ريسيرش الـ variables usually no manipulation of variables، مفيش manipulation، أنا مش عايزة أشوف الإفكت بتاع حاجة معينة، أنا مش عايزة أطبق تجربة معينة في الكواليتاتيف ريسيرش، لأ مفيش عندي manipulation، مفيش عندي إيه intervention للـ variables بتوعي. انا عايز اوصف مجتمع معين، عايز اشوف تاريخ حاجة معينة، عايز اشوف life experience بتاع شخص معين او entity معينة، جروب معين. تمام، مفيش عندي manipulation او مفيش عندي intervention انا عايزة ايه اطبقها. بعد كده most common research objectives، الobjectives اللي انا عايزة اطلع بيها من ال quantitative research بتبقى describe، اني اوصف لو انا هستخدم descriptive survey، predict، analyze. تمام، لكن في ال quantitative في ال qualitative research explore، discover. تمام، دي بعض ال objectives اللي انا ممكن استخدمها. طيب ال type of data collection، في ال qualitative research أنا قلت إن أنا بدور على حاجة non numerical، بدور على حاجة words، بدور على ال point of view بتاعت الناس، وجهات النظر بتاعت الناس بتبقى في صورة كلمات
او اني مثلا في الـ في الـ في الهيستوريكال ريسيرش ديزاين ببدا ان انا ادور على ايمجز مثلا اوبجكتس معينه كانت موجوده في الحرب ديت، برديات معينه لو انا هاخد تاريخ معين. تمام، يبقى الداتا كولكتد الكولكشن اللي انا هستخدمها في الكواليتاتيف ريسيرش مختلفه عن الكوانتيتيف. الكوانتيتيف انا بدور على نمبرز، بدور على statistics، بدور على احصائيات. بعد كده form of data collected، الفورم اللي هو اي نوع من الداتا كولكشن انا هستخدم، من الداتا كولكشن ميثودز انا هستخدمها في الكواليتاتيف ريسيرش. لو نفتكر قلت ان انا بستخدم الاوبن اندد كويستشن، الاوبن اندد كويستشن اللي انا بدور فيها على وجهات النظر بتاعت الناس، عايز اوصف طبيعة كالتشر معينة. على سبيل المثال مثلا لو هشوف ال compliance of nursing مثلا regarding ال hand washing technique اللي أنا لسه قايلها من شوية في ال quantitative research. تمام، أنا هيبقى معايا questionnaire أو observation، هبدأ observational method وهشوف كم واحدة من النيرسز عملت وكم واحدة من النيرسز ما عملتش hand washing. تمام، ده اسمه structured interview، بتبقى حاجة اسمها closed ended question، closed ended yes no. تمام، لكن في ال qualitative ده open ended responses. أنا مش عايز أدور على numbers، لا أنا عايز أدور ليه ال nurses not compliant for hand washing techniques. تمام، وبالتالي أنا هسألهم وهشوف وجهات النظر بتاعتهم، فالأسئلة بتاعتي لازم تبقى open ended question أو interviews. بعد كده research process أو research design في qualitative research، قلت لو نفتكر يا شباب إنه هو more flexible. ليه هو more flexible؟ لأن the researcher design as they do the research design as they do، بيبدأ ان هو يخطط ويعمل للبلان بتاعته لما يوصل للمجتمع مثلا under the study. لو انا عايز اوصف طبيعة مثلا الناس زي ما قلت لكم قبل كده، طبيعة الناس اللي عايشين في البدو مثلا، العادات والتقاليد بتاعتهم، وصف للأعراق البشرية بتاعتهم والسلالات. تمام، انا ما بحددش كام واحد انا هشتغل مع العينة، وإيه الـ way of methods of data collection اللي أنا هستخدمها والـ hypothesis بتاعي، حتى غير لما بنزل المجتمع under the study، لما بنزل إيه المجتمع. بعكس الـ quantitative research، الـ quantitative research the researchers design and then they do. وناخد بالنا يا ولاد من الحاجات ديت، مهمة جدا وموضع أسئلة مهمة جدا في الامتحانات. علشان كده ان الريسيرش ديزاين في الكوانتيتيف ريسيرش لازم يبقى ويل ديفايند، لازم يبقى واضح من الاول. بعد كده هنتكلم على الفوكس. بالنسبه للفوكس في الكوانتيتيف ريسيرش، انا ببقى فوكست على الاوت كام بتاعي. تمام، هل الانتربريتيشن سوري الانترفينشن اللي انا عملتها دي او المانيبيوليشن دي، الفوكس بتاعي ايه الاوت كام، كان تأثيرها ايه على الديبندنت فاريبل بتاعي. لكن في الكواليتاتيف ريسورش انا بعمل ديسكريبشن او انتربريتيشن لسيري معينه، لكالتشر معينه، بعمل ايفالويشن لاتيتيود معين. تمام، يبقى انا بعمل فوكسنج على الانتربريتيشن او بعمل فوكسنج فور جينيريت نيو ثيوري نيو كونسبت. تمام، اخر حاجه هتكلم عنها الريزلتس. الريزلتس بالنسبه للكوانتيتيف ريسيرش statistics in nature. تمام، لكن في الكواليتيتيف ريسيرش دي عباره عن ريبورتس اوف اكسبيرينس. انا قلت ان انا بشوف البوينت اوف فيو بتاعه الايه المجتمع بتاعي، وبالتالي انا بقدر ان انا اعمل انتربريتيشن ل الريبورتس او الكلام الناس اللي study subjects دول قالوه، وبزد عليه ببدأ ان انا اطلع بالثيوري او الكونسبت بتاعي.
كده انا خلاص خلصت يا شباب الكومباريزون بتاعتي. قلت ان الجدول ده مهم جدا، المحاضرة كلها من المحاضرات المهمة، كل بوينت فيها من اول الديفينيشن الريتروسبكتيف والبروسبكتيف والكروس سيكشنال واللونجيتيودينال الكوازي اكسبيرمنتال ترو اكسبيرمنتال، كل الكونسبتس اللي احنا قلناها في المحاضرة موضع أسئلة مهم جدا جدا في الامتحان. يا رب تكون الحاجة اللي أنا عايزة أوصلها قدرتوا تفهموها، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا جدا يا جماعة.